اتأخرت شوية عند الكوافير، هدخل ألبس دلو. رجعتوا ليه؟ مش هسيبكم يا زهر، حد يرجع لي النار برجليه. وانا يعني لو كويس وانتم جراكم حاجة هكون في الجنة؟ انا هطلع اشغلهم برا وانتوا تهربوا من باب الوراني، مفهوم؟ اطلع يا طايع، انا هلبس الفستان، ما تخافش هكون كويس. فستان ايه؟ مفيش جواز. هتمشوا يعني هتمشوا يا اما؟ مفيش فايدة، انا حاولت معاها كتير، دي رجعتنا من نص السكة بعد ما مشينا مع الضابط صاحبك. فوضت أمري ليك يا صاحب الأمر. شوف يا ولدي، هي مش هتمشي، وانت اللي برا دول هيتكتروا عليك وحتموت على الفاضي. خليها تلبس الفستان. يا أما أنا موت أحسن ما الجوازة دي تتم. طايع، أنا هتجوز النهاردة، ما هتجاك جنبي، ده انت أخوي وأبوي ولي أمري. لا لا يا زهر، مش هسيبك تخش النار برجليك. ما تخافش، أنا هعرف أحمي نفسي، وأنا متأكد أنك هتعرف تطلعني منها بعدين. أنا كده يا طايع. اسم العروسة أزهار. أزهار إيه؟ أزهار حسن الهواري. اسم العريس. إيه يا عروسة، اخترت مين؟ مش فارقة. أنا يا أبوي. لا أنا يا أبوي. اكتب يا مولانا هلال. هلال حربي العتيبي. استنى يا شيخ، هديك 100,000 جنيه بس تسيبها. 500. 500,000 جنيه. 500 موافق. وبلاي ستيشن. خلاص يا ابوي، يعني نكتبه ضاحي. خلاص يا مولانا خليها ضاحي. ضاحي حربي العتيبي. حربي العتيبي. التهنى. مبروك يا عيال. سلم عليك.